الاستثنائيه ديال اليوم من بعد ما صفنا السيد العامل طلب عقد دوره استثنائيه من اجل اعاده التداول في شان الموافقه على انضمام الجامعه الترابيه مول البلدي الى مجموعه جامعات ردى المحافظه على البيئه. حنا اليوم خصنا نحترموا ذوك القرارات ديال الجماعات المحليه اللي دازت فيها، لان هاد الاعضاء اللي صوتوا عليها هنا راه هما صوتوا عليها في الجماعات المحليه اللي دازت. فلهذا انا كنظن ان السيد الرئيس شارع واحد المشكل قانوني، ولكن بما اننا افتتحنا الدوره اليوم وجدنا استدعاءات وفيها النقطه والسيد الرئيس اليوم افتتح الدوره، اذا خصنا ناخذ مقرر في هذيك النقطه. ما يمكنش غنخرجوا من هنا وما واخديش مقرر. كاين عندنا نقطه فريده خصنا ناخذ فيها مقرر، وخص الاعضاء يصوتوا عليها اما بالايجاب او بالرفض. المشكل ديال انها خصو يدار الغاء ديال اللي فات وتعاود طرح هذا الشيء، الرئيس كان ينتبه ليه قبل ما يعيط علينا ونجيو هنا للدوره. كان ما يصيرش استدعاءات، كان ملي جاتو النقطة من السلطة المحلية يراسلها يقول لها راه هاد النقطة راه ديجا تداولنا فيها وتم الرفض، وحنا ما كناش نديرو الرفض. في الدورة السابقة حنا صوتنا بالإيجاب، والرئيس وبعض الأعضاء صوتوا بالرفض، كنا نديرو ديك الساعة موافقة مبدئية، ومن بعد غادي نداولوا فيها في خلال الدورة. فالآن بما ان الرئيس افتتح الدوره خصنا ناخذ مقرر وخصنا التصويت، هذا هو القانون اللي كنعرف. السلام عليكم. شكون ديال الغي؟ هو العام ما يمكنش الغي، ولكن حنا اللي غنغيو، حنا كنمشي حنا خصنا نسير. دابا نغيو من جهتي انا نفسي. الله يهديك، مشاتي عندك نفسي انت. لا 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 سعيد الله يهديك، ما تسمعش شويه الاخوان هذه النقطة ديما غادي نعرضوش عليها. لا غادي نعرضوها عليها. التداول ورفعت الجزاء إلى حد. شكون كيصوت على هذه النقطة؟ شكون كيصوت؟ ما نقولش لك. ما عرفتش علاش ترفع، علاش ترفع؟ مقررات، مقررات، ما كاينش مقرر فيها اصلا، ما عرفتش هذه النقطه باش 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 عرفتش ما عرفتش هذه النقطه. علاش قالت لي لا تعرف النقطه؟ طيب ولي صباح بما ان الرئيس خرج فانني انني النائب الثالث ديال الرئيس فكنسير الجلسه، والمقرر خصنا ناخذ مقرر في الدوره الاستثنائيه، لهذا كنرفعوا التصويت. فمن مع النقطة المدرجة في الجدول الأعمال مصوتون بالإجماع رافضون لا أحد عمر وبذلك نختتم أعمال هذه الدورة الاستثنائية والسلام عليكم. سعيد قردام نائب الثالث لرئيس مجموعة جامعة عبدة للنظافة. اليوم يعني كانت هناك دورة استثنائية واللي طبيعة الحال جاءت باقتراح مؤسسة السيد العامل، اللي كانت فيها نقطة فريدة ألا وهي انضمام جماعة مول البرقي إلى مجموعة جامعة عبدة للنظافة. وكما كيعلم الاخوان الاعضاء الحاضرين ان كانت هناك لجنه استطلاعيه برلمانيه وزاره السجن تاع مول البرقي، وخرجت بواحد التوصيه هو تدبير النفايات الصلبه ل 3500 سجين. فلهذا كان من المفروض اننا حنا نوافقوا بالايجاب على انضمام هذه الجماعه الى المجموعه. واليوم تم الاجتماع ديال الاعضاء الحاضرين، وانسحب السيد الرئيس بدون اتخاذ مقرر يعني لهذه النقطه، وهذا شيء غير قانوني، لان اي دوره خصنا ناخذ فيها مقرر في جميع النقاط المدرجه على جدول الاعمال. فلهذا بصفتي النائب الثالث للرئيس
فعرضت هذه النقطة سير الجلسة وعرضت هذه النقطة على الأعضاء الحاضرين وتم التصويت عليها بالإجماع، وبذلك تعتبر جماعة مول البرقي أنها منضوية تحت مجموعة جماعة عبدان للنظافة. والسلام عليكم.